اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. الان في هذا الدرس راح نعمل المين منيو تبعيتنا. خلينا نبدا. اول اشي باجي انا على الثيرد بيرسون بدي اعمل مين منيو. المين منيو بدها ماب، فانا ممكن اضيف من هنا ماب ليفل، لكن انا ما بفضل هذه الطريقه، بفضل اضغط على فايل نيو ليفل واختار بيسك عشان تنزل معي السماء وفي اناره وفي ارضيه وكل شيء. تمام. الان اول ما اسوي هذا الليفل لازم اضغط على سيف من هون. ليش؟ علشان الخريطه ما راح يتم تخزين البيانات تبعيتها الا بهاي الطريقه. اول شيء خلينا نسميها مين منيو. ممتاز، صار عندنا ملف المين منيو. طيب ايش راح نضيف الان عندنا هون؟ خلني نجي اول شيء نيجي على المشز، بدي اضيف هاي الدبابه. خلينا نعملها دوران. ممتاز، اشوف بيرفكت. وبدي اضيف كمان الشخصيه تبعيتنا كاركتر هيرو راث. ممتاز، خليني احطها هون. علقت عندي ولا ايش؟ حط الاثنين. خلينا امسح هاي. ممتاز، ارجعها لورا، اسوي له دوران بهذا الشكل. ممتاز، تمام. الان صار عندي الشخصيه. ممكن اغير، انا بدي اغير شوي الانيميشن تبعها. ديتيلز، اوسع شوي، اجعلها، بدي اختار انا هاي. طيب هاي الشخصيه بدي استخدم هاي، اقرب عليها شوي شوي اشوف. تمام، بدي احط لها انيميشن كمان ثاني. خلي اسيت، اختار من هون ايدل ابيليتي كيو، عملها دوران شوي بهذا الاتجاه، ارجعها لورا شوي. ممتاز. طيب الان بدي اقول لك شغله. تعرف لو انا شغلت اللعبه الان شو راح يصير؟ عندك فكره؟ خلينا نشغل نشوف. لاحظ نزلت الشخصيه تبعيتنا واجت بالسيارات واجت بالدنيا، اللعبه اشتغلت. طب ليش؟ لانه في انا عندي جيم مود شغال في الباك جراوند. الجيم مود اللي شغال، ما هذا لازم نحط سوي جيم مود جديد. كيف بعرف جيم مود؟ بفوت على وورد سيتنج، لاحظ جيم مود اوفررايد نان، ما في جيم مود. ليش؟ النان هاي معناته انه راح يدخل على السيتنج تبعيت اللعبه والبروجكت سيتنج ويروح يشغل الجيم مود اللي احنا شغالين عليه. عشان هيك انا راح اضطر الان افوت على ثيرد بيرسون بلو برينت واعمل جيم مود جديد. فبدخل على بلو برينت كلاس، بختار جيم مود بيس، خلينا نسميه جيم مود اندرسكور مين منيو. ممتاز، بعمل له رايت كليك، بعمل له سيف. ما مش حنكتب جواته ولا اي شيء، فقط راح احطه انا في الوورد سيتنج. راح اجي هون وادور عليه جيم مود مين منيو. الان لو سويت سيف انا، لاحظ ما في اي شيء، بتحرك بكاميرا عاديه، ما في اي شيء. طيب الان كمان بدي اضيف كاميرا سينمائيه اللي هي تتفرج على المشهد تبعنا. بضغط على هذا الايقون اللي هون، بفوت على السينماتيك، بجيب كاميرا. ممتاز، الكاميرا هاي برفعها لفوق، ارجع شوي لورا، اعملها دوران بهذا الاتجاه، برفعها شوي لفوق، بجيبها هيك. ممتاز، الان هاي الكاميرا بتشوف، لكن لاحظ الكاميرا لما بتشاهد بتشوف الاشي مغبش. فخليني اجي على الديتيلز انا هون، وفوت على فوكس، واعمل له هون دو نوت اوفر رايت، صار كل اشي بتشوف الكاميرا. ممتاز. طيب اشوف الكاميرا، خليني نقدمها شوي لقدام. اوكي، ندورها لفه صغيره زي هيك، ارجعها لفين ودينها، اتوقع هاي الزاويه كويسه. طيب الان خلينا ندور شوي بس. تمام، خلينا نجرب الان بهذا الشكل. طبعا في كمان بدنا نحط سموك. بتعرفوا احنا نزلنا ستارتر كونتنت، هاي اول ما تبدا اللعبه بتنزل معك. خلينا ندخل جوات نكتب سموك، في عندنا هذا الدخان، خلينا نضيفه هون وناخذ من نسخه ثانيه هون مثلا. خلينا نشوف كيف بتشوفه. لا ما ينفعش معي هون هيك، اشوف الكاميرا الان كيف بتشوف. خلينا نرجع هذا لورا. السموك يجي هون شوي، شوف الكاميرا. تمام. طيب بدي افوت كمان على الدايركشنال لايت، بدي احرك الشمس، بدي اليل الدنيا شوي. ممتاز.
ممتاز. طيب الآن صار هذا المشهد اللي راح نشوفه. الأرضية، أنا ضغطت الآن على الأرضية، بدي أمسح الفوكس وبدي أشوف غير الماتيريال. خلينا نشوف الماتيريال الثانية كويسة، خلينا نجرب هاي. كويس، ممتاز شكلها. لو شوف الكاميرا ممتاز جدا جدا جدا. خلينا بس نكمل على الدايركشن اللايت شوي، نحاول نكسر كمان شوي الشمس. لا هيك أحسن. طب خلينا، طيب تمام خلاص بكفي زي هيك. الآن صار عندي هذا المشهد. الآن لو سويت بلاي لسه ما في أي شيء. طيب شو لازم أعمل أنا؟ أفوت على الأوبن ليفل بلو برينت، أدخل على ليفل بلو برينت، بضغط على هاي اللي هون، بضغط أوبن ليفل بلو برينت. ممتاز. الآن من هون من ليفل بلو برينت بدي أعمل، بدي أظلني ضاغط على الكاميرا. أنا ضاغط الآن على الكاميرا وباجي هون وبضغط رايت كليك. لاحظ بقول لي كرييت ريفرنس تو كام سم كاميرا اكتور. ممتاز جدا جدا جدا. وبدي اعمل حركه ثانيه، بدي اقول له جيت بلاير كنترولر، بلاير كنترولر. ممتاز. وبدي اقول له فيو، بدي اقول له ست فيو تارجت وذ بلنت، بدي هاي. ممتاز، اوصل هاي هون. ومين هو اللي بده يتفرج؟ اللي هو الكاميرا. ممتاز. الان البلاير كنترولر بيسيطر على البلاير كنترولر اللي هو الكاميرا، الكبسات، الاشياء هاي فيها معلومات كثير، وبدي الكاميرا هي اللي تشوف الفيو. ممتاز. كومبايل سيف. لو انا شغلت لعبه الان لاحظ بهذا الشكل بدات اللعبه. ممتاز جدا جدا جدا. طيب الان انا ما عندي كبسات جوا اللعبه، ما عندي، بدي احط كبسات ستارت جيم، بدي احط عنوان اللعبه، بدي اسوي شويه اشياء. طيب كمان انا ممكن اجي بدي احط كمان، خلينا قبل ما نحط الكبسات بدي اسوي شغله سريعه، بدي احط موسيقى اللي هي موسيقى التشغيل تبعيت اللعبه هاي ستارت. خلينا نفوت على بلو برينتس، بدي افوت على امبورت، في عندي هذا الملف، انا ملف الموسيقى هذا بصيغته دبليو اي في، دبليو اي في. ممتاز، اضغط اضيفه، خليه يدخل. ممتاز هذا الملف. نيجي هون على نفس الليفل بلو برينت، اجي انا اقول له بلاي ساوند 2D. ممتاز. بدي هذا باتل ان ذا وينتر، شوف اول واحدة طالعة عندي هون. كومبايل سيف. الان لما اشغل اللعبة تبدأ بهذا الشكل، رائع جدا 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 جدا. ممتاز. طيب الان بدي كمان احط نفس الموسيقى على الخريطة الثانية. سيف سيلكتد. ممتاز. حطها انا مثلا على اوبن ليفل بلو برينت، بسحب هاي بلاي ساوند 2D. ممتاز. كومبايل سيف. لو شغلت انا هون. ممتاز جدا جدا جدا. طيب الان خلينا نرجع على الخريطة الاولى المين منيو. طيب الان بدنا نحط كمان هاد، بدنا نحط الكبسات، بدنا نحط العناوين. نضغط رايت كليك، نيجي على اليوزر انترفيس، بنختار ويدجت بلو برينت، نختارها، نختار هون كمان يوزر ويدجت. ممتاز. اسميها انا مين منيو، خل نفتحها. ممتاز. بدي احط كانفاس. الان صار عندي الكامبس، هاي الشاشه اللي حيتم عرض الاشياء جواتها. طيب ايش بدي احط كمان؟ بدي احط بوتون، زر. هذا الزر راح نكبس عليه عشان تبدا اللعبه. ممكن احطه بالوسط انا هون مثلا واحط جواته تكست. طيب هذا بدي احط له الانكور بالوسط. ممتاز. التكست شو نسميه؟ ستارت جيم. ممتاز، هيك راح يطلع عندنا في اللعبه. ممكن انا اسمك هذا شوي واسمك هاي، احطها 35 ستارت جيم. وبدي احط تكست ثاني فوق هون، وبدي احط التكست حجمه هون 60. تمام. بدنا نسمي هاي اسم اللعبه، بدنا نسميها ستوب ذا راديو. ممتاز. كبر هاي شوي هيك. بدي احط الانكور في الوسط فوق.
ممتاز، هاي صار عندنا ستارت جيم. الان بعد ما سويت هذول، انا لو شغلت كومبايل سيف وشغلت اللعبه لاحظ ما طلع شيء. ليش؟ لاني انا لازم اضيف الهد على الماب. فانا باجي عندي انا هون على المين منيو، باجي على اوبن ليفل بلو برينت، بدي اعمل له كرييت ويدجت. كرييت ويدجت، طفيت الكابس. الان اسم الويدجت مين منيو، هاي هي المين منيو. بعدين بسحب من هون بقول له اد تو فيو بورت، زي ما هذا كله عملناه قبل هيك ترى. ممتاز، كومبايل سيف. الان لاحظ صار موجود الكبسه موجود ستارت، بس انا ما شغلتها. ممتاز، خلني اجي هون بدي اشغلها، بنزل تحت اون كليك، بختار اون كليك، بضغط زائد عليها. الان بدي اياه، ايش اللي بدي لما اضغط؟ بدي اياه لما اضغط يفتح الخريطه هاي. احنا هسه جوا الخريطه مين منيو، بدي يفتح ثيرد بيرسون ماب، فبقول له بسحب هاي اوبن ليفل باي نيم، بدي افتح الليفل باي نيم. ممتاز، الان شو اسم الليفل؟ بدي انسخ الاسم، بدي امسح كلمه نون واحط اسم الليفل. ممتاز جدا جدا. الان خلينا نجرب، عندي ستارت جيم، اضغط، لاحظ بدت اللعبه. تمام، الان صار عندي انا الكود تبع الستارت جيم والستوب ذا راديو. خلينا نرجع هون مره ثانيه، بدي افوت على المين منيو، بدي اجي هون، انا بدي ايش بنحط كمان عندنا هون؟ نحط على هذا مثلا، انا لو كتبت هون اوتلاينر، عفوا اوتلاينر، بدي احط حجم مثلا 3. لاحظ صار في اطار اسود عليها، كومبايل سيف، في اطار اسود على كلمه ستوب ذا راديو. ممتاز، ونفس الشيء بقدر احطه على كلمه ستارت 2، كومبايل سيف. انا اشوف بيرفكت. طيب خلينا نسوي كمان شغله، نشوف اذا بامكاننا، اذا بامكاننا نعمل على الزر. اوكي، ابييرانس ستايل، ان شاء الله تزبط معانا. نورمال، نختار لنا شغله خرب. نو بدنا نختار اشي حلو، ان شاء الله نلقى اشي مرتب. عفوا، نختار اشي مرتب. مش بدنا احنا، خلينا نشوف، مش ماتيريال بدنا. ايوه هاي تي، تمام. تكستشر، خلينا نشوف التكستشر هاي. مش اخ ممكن تكون هاي كويسه مع الباك جراوند ترى، خلينا نشوف. مش كثير بس اوكي، خلينا نشوف لنا كمان واحده ثانيه. اذا لقينا، ما لقيناش خلاص بنكتفي احنا. ممتاز، بندور على التكستشر نشوف اشي موجود عندنا نستفيد منه. اوكي، مش لاقي والله ولا اشي، ولا اي تكستشر شكلها مرتب. هاي مش عارف يعني، مش كثير منطقيه. ستارت جيم يمكن احلى من الاولى، ولما اشر عليها، طبعا هذا هوفرنج اسمه، فهذا موجود هون، هذا نورمال، هذا هوفرنج. لما نأشر عليها شو بدك يكون التكستشر اللي يطلع؟ ممكن يطلع تكستشر ثاني مثلا زي هيك. خلينا نشوف كيف بتطلع. لاحظ الان لما اشر صار ستارت جيم بشكل مختلف. طبعا احنا ما راح نشرح كل شيء بالمين منيو، لانه المين منيو لحالها بدها دوره من 30 40 فيديو، مش مزحه يعني. فاحنا الان بنسوي بيسك مين منيو. ممتاز، الان نرجع احنا هون، حطينا ستوب ذا راديو، حطينا ستارت جيم، بدنا نقول نحط له مثلا كي بايند او انبوت او كيز. خلينا نكتب له مثلا كيز بس اختصار هيك، نحط كابيتال لتر سبيس واي اس. ممتاز، نحط له الانكور تبعه مينيمم ميدل من. اوكي هذا هيك، ونحط تكست ثاني كمان تحتيه، ونحط الانكور تحت اسفل، ونكتب هون مثلا اي كوما سبيس دي كوما سبيس سبيس اند شيفت. هاي الكبسات بده يستخدمها حتى يلعب اللعبة تبعيتنا. طيب احنا ممكن كمان نسوي حركة زي هيك، بس عشان ايش؟ حركات هيك يعني بتسوي منظر جمالي. نشوف
سبيس اند شيفت. خلينا نحط عند الاند كمان واحدة. ممتاز. او حتى كمان نضيف كمان على الاند وشيفت واحدة هيك. بيرفكت. الان بهذا الشكل خلينا نشوف. كومبايل سيف. فوت على المين منيو، بدي اجي على اوبلب البلو برينت، بدي اجي اضيف انا انه لما تبدا اللعبه يظهر لي الماوس. خلنا اجي اول قبل ما احط هاي باجي بكتب كيت بلاير كنترولر، وبعدين باجي بقول له سيت شو ماوس كيرسر، بدي يظهر الماوس فعلى هاي الخريطه. الان هيك كل اموري تمام. كيس اي دي اي اليسار دي يمين سبيس نطه وشيفت بلينك، هيك بيعرف هو شو الاشياء بده يستخدمها عشان يلعب. ممتاز. نضغط ستارت نفس الاشياء والهاي. ممتاز. طبعا احنا ممكن نغير في الاناره تبعيه الليفل تبعنا هون، وممكن نسوي اشياء كثير ثانيه، لكن في الوقت الحالي خلص بكفي هيك. احنا صممنا اللعبه، بضل عليك انت الان تروح تعدل الاشياء بالطريقه اللي بتشوفها مناسبه لك، وفوت على جوجل ويوتيوب وشوف كيف كمان بتسوى المين منيو، كيف بيتم تصميم المين منيو بطرق مختلفة. راح تلاقي كثير 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 أشياء في تفاصيل مرعبة صراحة لاستخدامها في المين منيو. في أمان الله، مع السلامة.